شو هاي؟ عطر. بتعرفي انت قريبة من الزباين ولازم ريحتك تضل مهفهفة. بس انا الدنيا جاي على صيف وعرق. ما عفوا انا بس ما على القليلة مشان ما يعترض بصير. بتعرفي صيف وعرق بس وينه؟ لا تحطي مني على ايديكي. استاذ ماهر هذا الموضوع خلصنا منه. ما بنعرف شو ما نطلب غدا؟ شو؟ مثل المرة الماضية؟ بيتزا تبع الأغلى شيء مع بطاطا وكولا. شو؟ مروة بشو عم تفكري؟ مشان العطر؟ أنا جبتلك يا لأنه بيلبقلك. أنت نوارة المحل. حاسس بتمك في حكي. يعني كنت عم أفكر إنه قرب يخلص الشهر. بدك تعرفي الراتب ما؟ يعني أنت شفت شغلي. يا ستي أنا مستعد أدفع لك راتب حتى لو ما اشتغلتي، بس هيك تعدي زينة بالمحل. أنا عم بحكي عن الشغل. يعني بصراحة أخي وسيم ما بيدفع لواحد مبتدئ أكثر من 5000 ليرة. بس 5؟ كبداية بس، بعدين طالما أنا موجود ولا يهمني، ممكن أوصل لك إياهم لفوق 10، كله بيصير. أنا جاية أشتغل. لك أوكي مو مختلفين، بس حضورك وجودك هيك عم تشعشعي بهجة بالمحل. الله وكيلك كنت أكره الشغل قبل ما تجي أنت. إذا أنت هيك كيف الزباين؟ وخصوصي يلي عايشين عيشتي. شبه عيشتك والله كويسة، يعني عدم المؤاخذة وضعكم منيح والمدام نظيفية ودايرة بالها على الأولاد. لك يا ريتها وخمة ومفلت الأولاد وبلا نكد. الله وكيلك. شو بدنا بالحكي هلا؟ ليش الحياة نظافة وتربية ولاد بس؟ المهم أنا كنت بدي أعرف عن الراتب. والله لسه ما حكينا أنا ووسيم، بس ولا يهمك أنا بزبطك. مو القصد، بس أنت شايف كيف الدنيا صايرة. مروة الإنسان لما بيكون رايق ببيته وبشغله كل شي بيهون، شو المصاري؟ الحق معك. أنا بدي إياك تكوني رايقة وراضية، والباقي تفاصيل صدقيني. Mm-hmm.